بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار ومن عمل أهل النار، آمين. وحديثنا في قوله جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الآية تعني الأمانة والأمانات التي أمر الله عز وجل برعايتها وحفظها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الفطرة إذا استقامت وسلمت من اتباع الهوى تمثلت في الأمانة، تمثلت صفة وخلقا وسمة في المؤمن، فصار أمينا. إن الفطرة السليمة تساوي الأمانة صفة في التعامل، صفة في التعامل مع الله عز وجل أولا، والتعامل مع خلقه من جهة أخرى. قال القرطبي عليه رحمة الله: وإن الأمانة تعم وظائف الدين كلها، على أصح الأقوال. وقال في موضع آخر: والعهد والأمانة تعم كل ما يحمله الإنسان من أمر الدين والدنيا قولا وعملا. وفي هذا معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك، والغاية من ذلك حفظه والعمل به. انتهى قوله عليه رحمة الله. إن الأمانة إذا عم التعامل على أساسها وبها، يجب أن يؤدي كل من ائتمن أمانته، سواء ائتمن على دينار أو قنطار. هذا أمر الله عز وجل الذي أمر به المؤمنين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، كما نهى جل وعلا عن الخيانة التي تقع في حقه عز وجل وفي حق رسوله وفي حق الأمانات. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله عز وجل ميز المؤمن بهذه الصفة الجميلة، لأنه من لا أمانة له لا إيمان له، ومن لا عهد له لا دين له. والأمانة تجر معها جملة من الأخلاق، إذا ضاعت ضيعت العبد في صفات جليلة كريمة. لأن الخائن في الأمانة كذاب، والخائن في الأمانة والغادر لا حياء له ولا وجه له ولا ماء يحيي الوجه ولا دم في وجهه. لهذا تجده لا حياء له ولا لسان له صادق. ولعله تجده من الذين يمارسون النفاق ولو في جزئه، كالنفاق الاجتماعي الذي نرى كثيرا من الناس عليه، أو النفاق السياسي. فالناس لا عهد لهم ولا كلمة لهم، لا صدق في الحديث ولا إطابة في المطعم ولا عفة في اللسان. وهذه كلها من الأمانات التي يعني شملها قول الله عز وجل: وحملها الإنسان. فما عرف حقها لأنه ظلوم وجهول. وعليه أيها الإخوة في الله، إن النفوس البشرية تميل لأصحاب الأمانات، لكل ناصح أمين، وتثق بكل قوي أمين. حتى الكفار الذين في الغالب لا عهد لهم ولا دين لهم، تجدهم يعظمون صاحب الأمانة
حتى أنه ثبت في قصة أهل نجران من نصارى العرب لما قبلوا بالجزية على عهد رسول الله كما روى البخاري في المغازي، قبلوا بالجزية فقالوا نعطيك، كلامهم للرسول، نعطيك ما سألت وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فبعث معهم أبا عبيدة عليه رحمة الله أو رضي الله عنه بن الجراح. وهذه الصفة إذا تميز بها مؤمن عبد فلا يضره بعد ذلك ما فاته من حظ الدنيا وعرضها الزائل الفاني. إن أغلى ما يرزق الله عز وجل عبده هذه الصفة الجميلة الطيبة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الجامع للسيوطي وهو صحيح: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربعة إذا كانوا في العبد، أربع صفات إذا كانوا في الإنسان، ما يهموش بعد ذلك وش راح يفوتوا من أمر الدنيا الفاني، المال والعرض والزينة، لأن هذه رأس مال، هذه الأربع رأس مال وكلها في الخلق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ميزها في الحديث وجعلها مستقلة عن المنظومة الأخلاقية لما لها من الأهمية. قال عليه الصلاة والسلام: صدق الحديث، صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم. حفظ الأمانة رابعة أربعة أركان، وكأن الأخلاق في الإنسان، الصفات السلوكية الجميلة، الأدب في الإسلام يرتكز على هذه الأربع: أن يكون الإنسان صادقا في حديثه، لا يعرف الكذب إليه سبيلا، المؤمن لا يكذب. ولهذا الذي ضيع الأمانة وكأنه ضيع هذا الأمر، لا يقوم المؤمن في أخلاقه وسلوكه إلا بهذه الأربع. فذكر هذا الخلق الجميل أو هذه الصفة والتي لها أثر عملي في الميدان، ليست مجرد صفة يتصف بها الإنسان، لأن الإنسان يدعي أخلاقا وقد يظهر أخلاقا وصفات، ولكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لأن الميدان يكشف الدواخل والواقع يختبر ما في النفوس، فيظهر الإنسان على حقيقته إن كان غادرا خائنا أو كان أمينا صادقا. لذلك هذه الصفات التي ميزت أتباع الرسل كما ميزت الرسل أصحاب الدعوات الذين كان كل واحد منهم إذا أتى قومه قال إني لكم رسول أمين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فكانوا أمناء فيما يقدمون فيما يقولون وفيما يعملون. وهكذا ينبغي أن يكون أتباع الدعوات وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه شهادة أعدائهم فيهم. ولهذا جاء في البخاري في كتاب الشهادات، وإن كان الحديث مجزأ ومقطعا على طريقة البخاري في كتب أو أبواب كثيرة من صحيحه، لما حاور هرقل أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل أن يسلم وهو في الشام، فقال فيما حاوره فيه، قال هرقل: سألتك بماذا يأمركم هذا النبي الجديد؟ فقلت أو زعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. ماذا قال هرقل؟ ها
هكذا زعمت، زعمت أنه يأمركم بكذا وكذا وكذا. قال وهذه صفة نبي. هذا هرقل يقول الكافر، يقول لأبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، قال وهذه صفة نبي. هذا في كتاب الشهادات وفي كتاب الجهاد من صحيح البخاري أيضا. قال له وسألتك هل يغدر الغدر، فزعمت أن لا، بمعنى هذا الرسول لا يغدر. قال وكذلك الرسل لا يغدرون، الرسل لا يغدرون. هذه صفة الأنبياء، وهذا ما ينبغي أن يتميز به أتباعهم الذين آمنوا بالرسل. ولهذا يكذب من قال أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد الغدر في أعماله وأقواله وحاله جاليا، وتلقى الكذب في سلوكاته واضحا بينا، فكيف يكون من أتباع الأنبياء الذين يأكلون حقوق الناس وأموالهم بالباطل، والذين يغدرون في الأمانات ويكذبون في الحديث ويراوغون ويلعبون بودائع الناس وحقوق الناس، ثم يقول أنا من أتباع الأنبياء، بل ويشهد الصلاة ويصوم كما يصوم أهل الإسلام، ويدعي ذلك بالشعار والخط العريض أنه من أتباع الأنبياء، ولكن لا يفي بشيء لغيره، لا يعرف الوفاء ولا يتعفف عن شيء طالته يده أو وصلت إليه يده ولو كان حراما. ولذلك كيف يتم له هذا الأمر الذي هو اتباع سبيل الأنبياء وطريق الرسل وهو لا يعرف من أخلاقهم وسلوكهم وأعمالهم شيئا؟ فإذا هذا من الكذب الواضح على النفس. ولهذا نقول لمن يكذب ولمن يشهد الزور ولمن يأكل حقوق الناس ولمن يستدين ولا يرد دينه والذي يأكل ودائع الناس الذين استأمنوهم أو استأمنهم غيره أو استأمنه غيره عليها، فليعلم أن ليس له حظ في اتباع الأنبياء، ليس له حظ في اتباع الأنبياء. فلذلك الغدر كما قال عليه الصلاة والسلام الأمانة وصلة الرحم كلاليب على طريق جهنم. فاعلم يا من ضيعت الأمانة في نفسك وأهلك وأسرتك وجيرانك، يا من ضيعت الأمانة في حقوق غيرك، في شهادتك، في قولك الحق، اعلم أن هذه الكلاليب لك بالمرصاد، وأن الإنسان يضيع أولاً كرامته وإنسانيته، ويضيع قيمته وهيبته في مجتمعه، والناس لا تثق به، ويكفي أن الإنسان يعرف بالخيانة في مجتمعه فلا يعامله أحد ولا يجلس إليه ولا يحتك به أحد ولا يعطيه أحد سره ولا يستنصحه ولا يشاوره في أمر البتة، لأنه لا يصدق في شيء. وإذا عرف أمر رجل هكذا في مجتمع فما عليه إلا أن يغير المجتمع، وإلا فالناس لا يخالطونه ولا يعاملونه، وصورته قاتمة سوداء ظلام. نسأل الله السلامة والعافية، فضلا عما خسر عند الله عز وجل. هذا ما خسره عند البشر في الدنيا، فما بالك ما يخسره عند الله عز وجل على يعني في يوم الحساب أو على أرض المحشر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يستر علينا الخبايا. لذا أيها الإخوة في الله، المؤمن يعرف بسلوكه، المؤمن يعرف بسلوكه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وقال المسلم من سلم الناس أو سلم الناس من لسانه ويده. فإذا كان المؤمن يعرف بسلوكه فلذلك لا داعي لأن تعرف نفسك أنك مؤمن أو مسلم، فالناس يعرفون من السلوك أنك مؤمن أو مسلم لأنك تحفظ
والناس تحفظ أمانة الناس، والناس يأتمنونك على دمائهم وأموالهم وأعزم لديهم. ومن كانت هذه صفته فلا يفرق في التعامل مع مؤمن أو مع كافر، مع قريب أو مع بعيد. ولهذا اتفق أهل العلم كما نقل ابن حجر عليه رحمة الله أن الغدر حرام، سواء مع المسلم أو الذمي. الذمي هو من أهل الكتاب أي الكافر، فهو لا يفرق. ونحن نقول زيادة على هذا إنه لا يخون حتى الخائن الذي خانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه أبو داود وهو صحيح: إد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك، حتى الذي يخونك لا تخنه. لماذا؟ لأن مجرد الوقوع في الخيانة هو فساد للفطرة، إفساد لفطرتك، وسقوط في وحل تستمرئه النفس ولربما تستمر عليه وتواصل فيه، فيضيع الإنسان ويكسر هذا الحاجب الأخلاقي وهذا الحاجز الديني التربوي والوازع الإيماني الذي بينه وبين الحرام، فيستمرئ ذلك ويصعب بعد ذلك أن يجبر ما كسره. هذا لأن المؤمن دائما يراقب الله سبحانه وتعالى ويتقيه حتى في من ظلمه، حتى في من لم يتق الله فيه. وهذا خلق أو هذه مرتبة عالية ينبغي للمسلم أن يعمل عليها. فإذا كنت تخون من خانك وتسرق من سرقك، ولربما تعتدي على عرض من اعتدى على عرضك وهكذا، فلا تختلف عنه في شيء ولا تقل عنه في الدركة، فأنت مثله أو فوقه أو دونه، قريب منه حتى ولو عذرك الناس أو عذرك الشرع في بعض الجزئيات، إلا أنك في الصورة لا تختلف عنه، في الظاهر لا تتميز عنه. لهذا ولا تخن من خانك، ودي أدي الأمانة إلى من ائتمنك. لهذا إذا أراد الإنسان أن يعرف المجال العملي في هذا الباب، فما عليه إلا أن يقف على سلوكيات أهل الخير الذين امتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال والارتباط بالغير وأداء الحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه في النصح كما نبه في أداء الأموال إلى الناس، ونبه في صدق الحديث، ونبه عليه الصلاة والسلام حتى في سطر عيوب الناس لأنها أمانات، والمجالس بالأمانة. لذلك من استنصحك فانصحه وأنت خالص وأدي الأمانة، لأنه استشارك والمستشار مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا استشارك المؤمن فأخبرته، أو أخوك المؤمن استشارك في أمر ثم أخبرته بأمر وتعلم أن الرشد في غيره، فأنت خائن، فقد خنته كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا ستر العورات وحفظ الأسرار، فإذا جلسك أحد وحدثك بشيء فاعلم أن المجالس بالأمانة، واعلم أن الرجل إذا حدث الرجل ثم التفت فهو أمانة. إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت أي انصرف فهو أمانة، وكما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح الجامع: ولو لم يوصك بأن تكتمه، حتى هو زي ما يوصيكش، ما يقول لكش هذا الكلام اللي هدرته لك خليه عندك، بلا ما يقول لك هذا الكلام، بلا ما يقول لك هذا الوصية، بدون أن يوصيك بهذا ينبغي أن تحفظ. وإذا قلت فكن أمينا، حتى وإذا خرجت السر كن أمين، فلا تزيد ولا تنقص ولا تدلس ولا تحرف، وكن أمينا في النقل، هذا إن أخبرت به، فكن أمينا على الأقل في النقل. ولهذا تجد من الناس من يعني يثير الفتنة بين المسلمين وينقل الأخبار هنا وهناك، وإن كان قيل هذا الكلام إلا أنه يزيد فيه وينقص ويغير ويحرف ويبدل، فيوقع في الناس يعني من الفساد والضرر، نسأل الله السلام والعافية. وأي خير بقي في مسلم يشير على إخوانه بالباطل ويحرف كلامهم ويثير الفتنة والتنازع بينهم، أي أمانة وأي خير بقي في رجل يرفع شعار الإيمان والإسلام، فضلا عن أولئك الذين يشهدون الزور ويكذبون ولا يؤدون الحقوق إلى أهلها. وانظر الذين يأخذون أمانات الناس، خاصة باب هذا باب حقوق المادية، الجانب المادي هذا رأي كارثة في الأمة،
فالناس صاروا لا يشهدون الجماعة لأن يخشى أن فلان يقول له وراه مالي وراه حقي، يضيع الجماعة ويضيع المجالسة للناس وكذا، ويهرب يختفي من أجل أنه ما يحبش يؤدي الأمانة، والهاتف يغلق وكذا إلى آخره والكذب. فإذا كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل هذه الأمور المادية التي كان من الأجدر بالمؤمنين أن يقف مصارحا صادقا أنني لا أستطيع وأنظرني أعطيني وقت إلى أجل. وهكذا المسلم صادق إذا لم يجد شيئا يؤديه للناس يقول أنا لم أستطيع، ما هوش كما بعض الناس الذين إذا لم يؤدي الأمانة وطالبته بحقك يقول لك هاي العدالة أمامك، ثم ما يستحيش يعني أنه ماذا يسجد لله ويصلي ويدعو الله عز وجل ويأكل الحرام ولا يطيب مطعمه، طالع نازل في حقوق الناس، ثم بعد ذلك عادي اللهم اشفيني اللهم بارك لي، في ماذا يبارك الله عز وجل؟ إذن الأمانة هي رأس الأمر كله، الأمانة هذه تشمل جانب الدين والدنيا، أمر المسلم كما قال القرطبي كل قولا وفعلا وحالا ومعاشرة الناس المواعيد وغير ذلك ينبغي أن تحفظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقفون هذا الموقف من تعظيم هذه الأمانات، هذه الأبواب الكبيرة في ديننا في تعاملاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق وأن يعفو عما خفي عن أعين الناس. نسأل الله تعالى أن يسترنا يوم تبلى السرائر، آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المؤمنون، عند فساد الزمان تتغير القيم ويصبح الناس يضعون الأمور الخيرة في المواضع الفاسدة ويقلبون الموازين حتى تصير الأخلاق التي هي الأصل وهي الصفحة وهي القاعدة التي يكتب عليها باقي أعمال الدين، هذه الصفحة وهذه المنظومة تتغير حتى يصير الأمين هو الخائن والخائن هو الأمين، كما قال الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءت سنوات خداعات على الأمة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويتكلم فيها الرويبضة. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الرويبضة، والحديث يعني طويل، ولكن هذا الزمان الذي تنقلب فيه الموازين ويصير الناس اللي يكذبوا والناس اللي ينافقوا والناس اللي يخونوا هذا هم علية القوم، وهؤلاء الذين يعني يميزون ويرأسون المجتمعات، فتراهم يتعاملون بهذه الصفات والناس تمدحهم وهم يعرفون أنهم كذبة، ولكن الناس تجلهم والناس تعظمهم، وذاك الصادق ذاك الأمين. طبعا هذه أخلاق تجاوز عليها أو عنها الزمن وعفى عنها الزمن، وصارت أخلاق لا تطعم خبزا بل ولا يعني تطعم لحما، في الحقيقة لا تطعم لحما، يعني أخلاق الصدق والأمانة والعفاف ما توكلش الخبز. فإذا صار الناس اليوم يأكلون ويشربون ويلبسون بالكذب والخيانة، وهؤلاء الناس تجلهم، هؤلاء الناس للناس اليوم دايرت لهم يعني حكاية، والناس الذين يرون أنهم يعني قافزين وناس فاطنين وناس منتبهين، الناس يعرفوا كيفاش يسيروا الحياة، الناس يعرفوا كيفاش يمشوا أمورهم. كيفاش تمشي أمورك أنت بدون نفاق؟ لابد أن تكون منافقا حتى تصل إلى مصالحك الفانية. وإحنا قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه أربع إذا كنا فيك فلا يحزنك ولا يضرك
ما فاتك من أمر الدنيا، ما فاتك من الدنيا، صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم، أي إطابة المطعم بمعنى أنك تأكل الحلال. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، وانظر إلى أهل هذا الزمان ماذا يقولون. وهذا انقلاب في الموازين، انقلاب في الموازين، وهذا من أشراط الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال أبو هريرة: كيف تضيع؟ يعني كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. وجينا لها إحنا رانا وصلنا الأمر، يسند الأمر ويوسد إلى غير أهله. وجاء وقال الشراح: أي أن يسند لأولئك الذين لا ينصحون الأمة، لا ينصحون الأمة ولا يرعون يعني خير شؤونها، لأنهم لا دين فيهم، الناس اللي ما فيهمش الدين في آخر الزمان هم الذين يسيرون الناس، وهم الذين يرأسون الناس ويوجهون الناس، ولكن لا ينصحون، لا ينصحون ولا يرعون الشؤون، وهذا دليل على ضياع الأمانة. فإذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة، وهذا يدل على قيام الساعة قريبا، وأنه من أشراف الساعة. ولذلك نقول في الختام يا جماعة: من أراد أن يجمع ما بين العبادة والأخلاق ويعرف خطورة هذا الموقف، لأنه لا عبادة بلا خلق ولا خلق بلا يعني بلا عبادة. وما معنى هذا الكلام؟ كان بعض الناس لقاها ما يسرق ما يدير كذا، يقول لك أنا خصني غير صلاة. وإحنا نقول: لا خلق لمن لا عبادة له. وهذاك اللي عنده العبادة وما عندهش كاع الأخلاق، يسرق يكذب يدير كلش، بصح يجي للجماعة يصلي مع الناس، نقولوا هذا ثاني لا دين لك، ما عندكش دين، بلا أخلاق ما عندكش دين، واللي عندك أخلاق وما عندكش الدين ما عندكش أخلاق. وهكذا لابد أن نجمع بين الدين والخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في باب الزواج: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما هوش الدين برك، الخلق، ما هوش الخلق فقط، الدين معه. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأنا أزيدكم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي مر معنا قريبا: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يكفيك هذا أيها المؤمن ليضعك على خطورة الأمر، ويعني يوضح الصورة أمام عينيك أن الأمر ليس بالهين ولا السهل، بل هو خطب صعب وصراط ينبغي أن تتوقع فيه الدهاليز والحفر والشراك الموقع، والعياذ بالله، في ما لا نجاة فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك اجمع ما بين الإيمان والأمانة وبين العهد والدين، فإن أهل النفاق والعياذ بالله هم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان فاربع بنفسك أن تكون من أهل النفاق أو فيك جزء من النفاق. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يأخذ برواصينا إلى الحق، وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا في من اهتدى. اللهم اهدي قلوبنا لما تحب وترضى، اللهم اشفي مرضانا يا رب العالمين. إخوانكم المرضى ينتظرون منكم الدعاء، كي لهم ماشيين العملية، كي لهم مرضى على الفراش، هذو كلهم يعني يطلبوا منكم الدعاء وينتظرون منكم الدعاء. نسأل الله تعالى أن يشفيهم ويعافيهم، وأن يردهم سالمين غانمين، وأن يختم لنا ولهم بالصالحات، وأن يغفر لنا ولآبائنا. آمين، والحمد لله رب العالمين.